معاكم سالي مزروع، رئيس تحرير موقع ماما جديده، حاصله على شهاده الخبره من اكاديميه الام الخبيره. هنتكلم في الفيديو ده عن الام اللي بترضع، تصوم ولا تفطر؟ ايه الشهور اللي الام تقدر تصوم فيها بامان، وايه الشهور اللي اطباء الاطفال واستشاريين الرضاعه الطبيعيه ما بيفضلوش صيام الام فيها طالما بترضع؟ اطباء الاطفال واستشاريين الرضاعه الطبيعيه ما بيفضلوش صيام الام اللي بترضع اول 6 شهور او اول 4 شهور على حسب فتره الرضاعه، اعتماد الطفل على الرضاعه الطبيعيه فقط. يعني لو انت دخلتي الطفل الاكل بعد اول 4 شهور يبقى تمام، او بعد اول 6 شهور يبقى كده انت عديتي الفتره اللي الاطباء بيمنعوا فيها الصيام، لان زي ما احنا عارفين ان اثناء الرضاعه والصيام انت بتفقدي جزء كبير جدا من السوائل في الجسم، فاقد من خلال البول والعرق. كمان الرضاعه بتحتاج ان الجسم يكون فيه سوائل كتيره، من هنا اللبن هيقل، هتلاقي ان الطفل بدا كمان وزنه يقل ويفقد نشاطه، انت ممكن صحتك تدوخ وتتعبي، وده طبعا مش هيبقى لطيف لا على صحتك ولا على صحه الطفل. فمن هنا بنفضل عدم صيام الام اول 6 شهور او اول 4 شهور طالما الاعتماد على الرضاعه الطبيعيه فقط. طيب لو انت هتصومي وانت بترضعي، المفروض تفطري على الوجبه بتاعتك تكون طبعا فيها التمر، تفطري شوربة وتمر، سلطة، البروتين بتاعك يكون موجود، الكربوهيدرات، الألياف، الدهون. لازم الوجبة بتاعتك تكون متكاملة جدا علشان تقدري تقدمي يعني حليب مغذي، رضعة كده مشبعة للطفل ومغذية دي حتى لو هو بياكل. كمان عايزة اقولك على حاجات ممكن تضيفيها على الفطار هتخليلك الحليب بتاعك يعني دسم ومشبع بالنسبة للطفل، زي لو حطيتي حبوب السمسم، بذور السمسم على السلطة مثلا، وبيقدم حليب دسم ومشبع جدا للأطفال. كمان لو مش قادرة تحطي بذور السمسم ممكن زيت السمسم، الجزر، الشبت، تشربي حلبة، تشربي ينسون، الجرجير، الحاجات دي مفيدة جدا لزيادة الدسم وتدفق حليب الثدي بالنسبة للأم اللي بترضع، فياريت تكوني حريصة على إدخال الحاجات دي في وجبة الفطار. عايزة اقولك كمان يا ريت ما بين الفطار والسحور تكوني حريصة على شرب يعني كميات مية من 10 ل 12 كوباية اقل حاجة، طبعا مع اللبن، مع انك تاكلي تمر، ده هيساعد على ان يبقى جسمك يعني فيه سوائل كتيرة اثناء فترة الصيام، وهيساعدك ان انت ترضعي بشكل امن ومشبع للطفل. كمان وجبة السحور بتاعتك لازم يكون فيها البيض والفول والعسل والزبادي واللبن، تكوني حريصة جدا على الحاجات دي في السحور. طب ايه هي الاعراض اللي تخليكي تفطري فورا لو حصلت؟ لو لقيتي ان الطفل ما بيشبعش وبيبكي بكاء مستمر حتى وهو بياكل، لو لبنك قل، لو نشاط الطفل قل، لو انت نفسك بدأتي تدوخي وتهبطي تفطري فورا. اتمنى تكوني استفدتي بالمعلومات، يا ريت لو استفدتي تعملي لايك وشير، وتبقى اي استفسار ليكي في التعليقات وانا هرد عليكي. شكرا جدا على المتابعة، اشوفك على خير، باي باي.